اهلا بكم من جديد. موضوعنا الاخير موضوع خفيف يعني بحكم اننا في نهايه الاسبوع، حيث ازدهرت تجاره بيع الدهون العطريه والبخور في المملكه بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضيه. هذه التجاره باتت منتعشه على مدار العام كاملا، في حين انها كانت تحقق ارباحا هائله ورواج واسع فقط في مواسم مثل رمضان والاعياد. اليوم نفتح هذا الملف مع احد الخبراء في هذا السوق لنبين الفرق ما بين المنتج الاصلي من المغشوش، والفرق ايضا ما بين ما هو غير صالح للاستخدام وما يمكن اعتباره كذلك منتج جيد ذو قيمة منخفضة. معنا للحديث حول هذا الموضوع الخبير في مجال الدهون العطرية والبخور الأستاذ عمار العمار. طيب حياك الله أخوي عمار. بداية طبعا مع نهاية الأسبوع، أتوقع أن الموضوع جيد نتكلم عنه خاصة مناسبات كثيرة وكثير الناس يستخدمون العطور والبخور. أبدأ مباشرة، كيف الواحد المستهلك يفرق ما بين الأصلي وما بين المغشوش؟ في الواقع شوفوا في عدة نقاط يجب أن المستهلك أو المشتري يراعيها إذا رغب أنه يحصل على منتج جيد ومضمون من الغش إن شاء الله. فلا بد أنك تشتري السلعة من نفس التاجر المعروف، يعني ما تشتريها من مواقع مشكوك فيها ومن هالكلام هذا كله. أيوة. طبعا التاجر زي ما أنت عارف أنه هو حريص على سمعته، أنه بيبيع شيء أصلي 100%، بينما الأشياء موجودة في السوق الغير أصلية المقلدة أسعارها تحت فرق كبير ويبيعونها بأسعار الأصلية. بعضهم يقلد ترى نكهات أو يعني عطور معينة بخلطات، يسويه خلطات يقول هذا نفس ريحة العطر المشهور. بالضبط، موجودة هذه بكثرة، موجودة بكثرة. أنا إذا حبيت أني بس ودي توري المشهد ما شاء الله عليك جاي من الظهر المحل كله نبي نوري المشاهدين وشون يفرقون، نوريهم يعني الطريقة حتى يعني يعطيهم جرعة تثقيفية. طيب هذه في البداية طبعا هذه سلعة مقلدة وهذه سلعة أصلية. طبعا زي ما انت شايف حتى العلبة يقلدونها. طبعا هي الأساس العلبة. الزيت قريب بشكل كبير. طيب. لكن العلبة هي المشكلة فيها. هنا لو تلاحظ العلبة هذه لما تحكها ما تلاقي فيها شيء، يعني ناعمة مرة، بينما هنا بتلاقيها خشن جدا. الحين وين الأصلي واللي مو بأصلي؟ انت الآن وش تفرق وش تشوف؟ ما ادري والله، ما عندي سالفة. هذا الأصلي وهذا الصغير هو الأصلي. إيه. طبعا هذا 50 ملي، هذا 100 ملي. جيد. بالإضافة إلى أنه الطباعة تكون بالأصلي، الطباعة يعني هاي كواليتي، يعني نقول العطور العطرية هذه تعرفها من خلال أنك تحك الزجاجة. أيضا إذا قلبت الزجاجة من تحت مثلا تجد أنه الأصلي مهما تحك فيه ما تروح مهما تحك فيه. والتقليد تلقى حاط لك لزقة. التقليد بالضبط مثل ما تفضل، طباعة أي كلام، حتى لو بيدك بطرف يدك لاحظ هنا لاحظت كلها مسحت ما. طيب تقول هذه طريقة كويس، هذه طريقة انك تفرق بالطيب المقلد والاصلي بالزجاجة. بالضبط، من الزجاجة. طيب البخور، وما ادراك ما البخور؟ البخور عاد بحر ثاني. البخور موضوعه محتاج الى يعني شرح، يعني شرح طويل، ولكن احنا ناخذ على عجالة. طيب الان البخور مبخرة موجودة بعد. مبخرة موجودة هي بنطيبكم ان شاء الله. الله يعافيك. هذه الان احد الكسر اللي في يعني يضع فيها، يوجد فيها غش غش من المصدر. اللي معك الحين بيدك مغشوشة، الرائحة جيدة لكنها مغشوشة بوزن إضافي بالرصاص، مادة الرصاص. فتحوا المنطقة هذه جميل، فلما يفتحونها زي عملية جراحية يحشونها ويرجع ثاني مرة يقفلها عشان وزنها يصير أكثر. بدل ما تكون هذه طال عمرك 20 جرام يستفيد هو 5 جرام ووفر 6 جرام، فكم كسرة عنده مشابهة فطلع عنده السعر دبل. طيب شو بيدري المستهلك اللي بيجي يشتري بخور انه يفككها ويعرف فيها رصاص؟ لا انت تشوف، دقق في النظر في نفس الكسرة هذه، دقق فيها. لابد انك تشوف مصادرها، يعني اقصد لابد انك تشوف الزوايا منها. الزوايا في ايضا هنا، هذه كبيرة واضحة عندك هنا طال عمرك صغيرة، هذه صغيرة. لاحظ اللي فيها قشر فقط والباقي كله حشوة، لاحظ كيف؟ باين من لونها، اختلاف اختلاف اللون. طبعا هذه اخوي خالد لما نفتحها احنا الكسرة يبين معانا انها محشية. لان هي ظاهرها يفترض انها ما تكون ثقيلة، صار في بخور محشي بعد الحين على اساس يزيد وزنها بس يزيد الوزن. يزيد الوزن، هو ياخذ يبيعك ربع كيلو، اذا زاد وزنه طلع نص كيلو، وهو الواقع ربع كيلو.
طيب دهن العود يعني طيب الريحة البخور ما تعطيني بعد أعرف؟ لا بالعكس الريحة هي من البخور. طيب البخور معلش أنا ما عندي سالفة موضوع البخور لكن صح. اللي بسرعة يحترق يعني في بعض البخور تلقاه يعني لما تحطه على الجمر يبدأ ياخذ وقت يزبد ويطلع. هل وش الأفضل اللي يزبد بسرعة أول ما تحطه ويبقى وقت لا أكثر؟ هو في أشياء تطلع زي الفقاعات هذه معناتها أنه يكون مليان دهن عود كثير فيه يعني هو في الغالب يعني إذا بغيت تعرف أنت دهن العود أو البخور لو نلاحظ فرق اللونين يعني طب هذا تعتبر قيمته يؤثر في الريحة أو القيمة؟ طبعاً هذا من درجات يعني الدنيا ما نسميها متوسطة تحت متوسطة وهذه من درجات التوب اللي هو اللي بيدي الشمال هذا. الآن في شيء أفضل من هذا لو أركيها الآن بتلاحظ كيف أيضاً اللون كيف يفرق. إيه طبعاً هو لاحظ كيف يعني هذا يعتبر جودته عالية. هذا يعتبر من النوادر. هذا من النوادر. هذا شو اسمه ذا؟ هذا ماليزي. من النوادر. أنت لو تأخذ تشيل هذه بدك وتشيل هذه بدك تلقى هذه أثقل من هذه. رغم أنها أصغر حجم بس. رغم أنها أصغر حجم. فهذه تلقى فيها الروائح تلقى فيها الدهن يعني بكثيف مرة. طيب باقينا بقى دقيقة بس خلينا نشوف دهن العود الحين. دهن يعني أساس إنه يكسب الوقت. دهن العود. يعني ياما يلعب علينا فيه يقعد لك اسبوع ما يتغير ريحته ثم يمديك تحطه لأنت عارف انه ما هو بصلي. شلون نعرف الاصلي من غير الاصلي؟ شوف طال عمرك الان دهن العود الان العبوه هذه طبعا هذا من انواع دهن العود المعتق. المعتق طبعا تشوف لاحظ كيف يمشي زي العسل. لاحظ اثر اللون اللي يتركه في القزازه هذا يعطيني مؤشر انه اصلي. ايش اثر اللون؟ ايش اللون اللي حيكون عندي على الزجاجه هنا؟ جميل. طبعا في اشياء في صبغات الان بداوا يحطونها عشان يضيعونك ايضا في الموضوع. في ناس يحطونها في الثلاجه ولا ما لها علاقه الثلاجه بالنسبه لدهن العود. الثلاجه هذا ما اعتقد انه يعني ما راح حسب عسل. طيب حلو. في ايضا طريقه في الاستخدام. في الاستخدام ممكن احنا نقدر نميزه بالشكل التالي. حلو. لاحظ كيف هذا يعني شبيه عسل. لاحظت شلون خالد؟ هذا الأصلي يعني هذا معتق. هذا تقريبا وصل تعتيق هذا بعد 50 سنة تعتيق هذا. تعطيني يدك بس طيب الله فارك سو فيك كذا ممتاز. شوف الآن هل هو عطر أو زيت؟ إيش يعطيك أنت؟ أحس زيت. تحس زيت؟ إيه ولا هذا شوف يعني في لزوجة وريحته ما شاء الله فواحة. يعني أقصد لما أقول لك إنه زيت في بعض الزيوت تعطيك زي اللوشن لما تستخدمه على اليد. إيش الأثر اللي يتركه على اليد؟ هذا لا معطيك نفس اللون ما تغير اللون نفسه ما زال نفس اللون. حتى لو فرقته يبقى نفس اللون. نفس اللون. إذن هذه الطريقة يمكن تفرق. هذا من أفضل الطرق الأسهل. طيب. الله يعطيك العافية. نقول طيب الله فارك يعني وحتى ممكن نختمها بهالبخور يعني طيب. ما في مشكلة. أشكرك وأتوقع أتمنى يعني إنك قدمنا جرعة تثقيفية للمشاهدين. والله أتمنى إن شاء الله نكون أضفنا لهم شيء بين الأصلي وغير الأصلي إن شاء الله خاصة إحنا مقبلين على المناسبات إن شاء الله والإجازات والزواجات قاعدة تكثر في الإجازات. شكرا لك. الله يعني أخوي عمار العمار الخبير في موضوع العطور الله يعطيك العافية. تسلم وطيب الله فالك. خلي الشباب يطيبون. طبعا الشباب والسيديو. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدين الكرام لمتابعتكم لنا. أتمنى لكم إن شاء الله إجازة يعني نهاية الأسبوع إجازة سعيدة إن شاء الله وتستمتعوا فيها بالبخور وبالريحة الحلوة. إلى اللقاء. يعطيك العافية. الله يعافيك.